صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من دراما رمضان كواليس النجوم، التي نستعرض عبرها أهم الأعمال الدرامية التي تعرض على الشاشات العربية. الآن وقد انتصف الشهر، سوف نبدأ بالتركيز على أهم المسلسلات المشاهدة، كما سنستضيف العديد من نجوم الفن في استديوهات سكاي نيوز عربية. دعونا الآن نبدأ بالعناوين. في حلقة الليلة من دراما رمضان كواليس النجوم، الخديوي إسماعيل في مواجهة الولدة باشا، رجل بخيل نائم في ضب الشناتي، ما ينقال دفعة واحدة، سر يكشف في للحب كلمة، ونجمة كواليس النجوم لهذه الليلة أمل عرفة. طلعت أجراس الكنيسة علي كأنه موسيقى تصويرية. يعيش الخديوي تجربة فريدة في الحلقة 15 بعد أن هجر الأميرة جشم كرما لعيني جاريته الجديدة شمس، التي يفتح أمامها خزانة الأسرار متخليا عن كل البروتوكولات الملكية. الولدة باشا كانت بانتظار ابنها وجاريته، ولا أحد يعلم بعد كيف ستتصرف خوشيا رهانم مع شمس الجارية أو حتى ابنها الخديوي. وريني بقى كده لما اتفرج على الحلاوه والجمال. ايه الفلاح القمر ده؟ يا ريت كل الفلاحين بالحلاوه دي. انت احلى فلاحه شفتها في عمري. يا سي عبعال، يا سي عبعال. ايوه يا بياض، يلا لحسن الفطار يا ابني، جاي لك اهو، اصبر شويه. انت رايحه فين يا مجنونه؟ هدوقك فطار عمرك ما دقته في حياتك. مش شامل البدر بالسمنه البلدي؟ يا مجنونه يا حرامية. امسك. بتعملي ايه يا مجنونة؟ هأكلك بإيدي. افتح بقك. ايه رأيك؟ الله. حلو؟ حلوة جدا. دي أطيب حاجة دقتها في حياتي. صحيح الأكل حلو، مش محتاج شيء فرنساوي. ده محتاج يتاكل بين إيديكي. ايه اللي احنا عملناه ده؟ انت كده سرقتي البيض والخبز والطاسه كمان؟ ولا يهمك يا روح قلبي، ابقى ابعت لهم بكره سله بيض وخبز وطاسه ملوكي كمان. هننزل سلم دلوقتي؟ واحد، اثنين، ثلاثة. مجموعة من المطربين شاركوا هذا العام بمسلسلات رمضان كممثلين. استطلاع الليلة مشاهدينا يدور حولهم. ما رأيكم بمشاركة المطربين في مسلسلات رمضان؟ فكرة جيدة أن المطربين كي يلتحقوا بهذا التمثيل. أنا مع هذه الفكرة، هذه مزيان. ما أحيانا ما مش مقنع، مش مصدق، يعني أنه والله ممثل ومطرب وفنان ورسام بيروح وبيجي وبيحضر برامج وبيقدم برامج وكل لجنة حكم، فبصير زيه زي انه يعني اوفر. هي فكرة حلوة برضو، بتطور من المطرب نفسه بان هو بيقرب للناس اكتر، ان الحاجات دي يعني الناس بتستناها من السنة للسنة. يعني عندك احمد مكي برضو هو فنان برضو، وبرضو بيغني وبيمثل، وفي مثلا محمد محي السنة دي برضو بيغني في مسلسل برضو، وفي كذا مطرب مش مطرب واحد.
البخيل النائم كان هو عنوان الحلقة 16 من مسلسل ضب الشناتي. في هذه الحلقة يصاب الأب بقذيفة هاون، ولكن يبدو أن هناك أشياء أخرى تتفجر في عوالم الأبطال الداخلية. بسام كوسا، أمل عرفة، أيمن رضا، ورنا شميس، وضحى الدبس، وفادي صبيح، والكثير عبر هذا المشهد اللطيف. بدو بدو أدي لا تدلو دل لا تدلو دل علمكم مو دل عمد ليك لا تدلو دل في بال هذا ثلاثة دل يا أخي أخي مو دل بلا دل شفتك ثلاثة وانتبه لأبوك عمل لك حاضر لا تلي حاضر ملك عسكري عندي لا تلي حاضر شو هاي حاضر حيرتنا شو بدنا نقول لا تقول شيء انتبه لأبوك وبس بدل ما تطلع فيني وتقلي حاضر اطلع بأبوك قبل ما تدلو دل أنا شو بيفرق معي إذا بتقلي حاضر أو مو حاضر انتبه لأبوك هلا صحة أبوك هي الأهم وبس على راسي لا تلي على راسي أنا شو بتفرق معي انتبه لأبوك عمل لك لا تضحك لا تضحك عم تهز وانت عم تضحك انتبه لأبوك لا تنزلي براسك انتبه لأبوك عمل لك حاضر آسف لا تلي آسف أنا ما قلت لك شيء لحتى تقلي آسف ماشي لا تلي ماشي حاول لبرا ما معقول مسح فيك الارض ما معقول الرجال بنوب بنوب يعني ما بيحسب انه في رجال هون بالبيت ممكن يكون في فرد على جنبه انت بينه الفرد على صحك ليش مخبيه طبعا المفروض انه ابوك يكون لا ترد على التليفون اه يا حكي صايرك في البطاريه سلام لا تحكي ولا كلمه مفروض ابوك يكون بالمشفى هلا اقعد لا تتحرك بس بسبب الظرف الراهن المستشفيات ما عم تستوعب ولهيك علاج ابوكم بيعتمد بالدرجه الاساسيه عليكم انتم شو المطلوب مننا دكتور المطلوب منك بالدرجه الاولى تضلك ساكت لحتى اخلص كلامي انا بس مشان اختصر عليك الطريق دكتور ما بدي تختصر الطريق انا بحكي تداعي افكار واضح انا اسف دكتور لا تقول اسف عم بسالك واضح ولا مو واضح قل له واضح خيو قل له واضح لا تحكي دكتور هذا بكون ابن حماي حتى لو بكون ابوك لا تحكي واضح ولا مو واضح واضح نرجع لموضوعنا ابوكم صحيح انه فاقد الوعي بس بعتقد انه بيسمع كل شيء عم تحكوه مشان هيك وهي فرضيتي انا بقترح عليكم نضل حدا يحكي معه كانه فايق وبحسب تصوراتي هي العمليه بتخليه متمسك بالحياه اكثر سكر تمك عودة إلى استطلاع الليلة ما رأيكم بمشاركة المطربين في مسلسلات رمضان؟ أشوف إن المو مناسب لهم. مزيانة حتى دي سي تريز انتريسون باسكو الا كان شي ممثل معروف الا كان شي مغني بلوتو معروف ولا هذا الناس كيبغيو يتفرجوا فيه يعني كتكون نسبة المشاهدة اكبر الا كان مثلا عنده لي فان ديالو الا كان مغني معروف ومشهور كيكونوا عنده لي فان ديالو يعني حيت هو مغني يتفرجوا في المسلسل ديالو لان مو شغلتهم كل واحد وشغلته مش اتجاه حلو لان في معظم المطربين ما بيعرفوش يمثلوا بس انا شايف يعني تامر حسني عنده مقدره ان هو يمتع الناس انما في ممثلين تانيين الحقيقه ما بقتناش بيهم هم طرب بس يعني ما تاخذ حقه غيرك تمثل وتغني وتخرج وتنتج معه الى الدراما الخليجيه في الحلقه 15 من للحب كلمة بدأت المواجهات جاسم النبهان أو فهد الأب الذي اكتشف مؤخرا أنه مصاب بسرطان الكبد وأن أيامه باتت معدودة يحاول متأخرا أن يجمع عائلته المشتتة ابنته من زوجته السورية وولديه من زوجته الأولى لكن أحدا لم يعرف أسباب طلبه أن يعيشوا جميعا تحت سقف واحد ما هي ردود الأفعال وهل تقبل العائلتان المتنافرتان العيش بسلام نتابع مع عن هذا المشهد والأداء العالي جاسم النبهان ما أحب أحد يشاركني بيتي لا هذه ولا بنتها أقول ترى هذه بنتها عندهم أسامي ها عادي أنت سكتي لما الكبار يتحجون الصغار ينطمون أيوة ولما تكبرين مخك بالأول شاب دينا سد حلجك من غير قلة أدب لا بابا ماني سد حلجي ما بعيش ببيت مع ناس أنا ما أحبهم شحادني يعني اللي حادك حاجة أبوك ولا ما هي كافية؟ بلا بابا بس الله يخليك في ألف حل وحل لازم الحل هذا؟ شفتي بوي؟ هذه بروفا المسرحية بتصير كل يوم بهالبيت هذا
هذه بنتك؟ ما تحشم احد، حتى امي ما صمت من لسانها. انت عبالك احنا ما نقدر عليك؟ انت عبالك احنا ما نقدر عليك؟ شلون يعني تقدر علي؟ ليش يعني؟ شو بتسوي؟ بتطقني طراق؟ يلا تعال طقني تعال. شوفي انا ما حاجيتك عاد تخليني احطك براسي، قسما بالله افصل راسك عن جسمك. شب سكت بس. ربكم ما تحترمون احد، ما تحترمون اللي اكبر منكم، ما تعرفون تعجون وتفهمون. ثبروا قدم قدي. ربكم ما تحشمون احد، كذي الناس تفهمون، كذي الناس تكلمون، ما تعرفون تعجون وتفهمون. ربكم انتوا اخوان. لا مو اخوان. اخوان خشبا عليكم، اخوان دامكم تحملون اسمي، اخوان دام راسي يشم الهوى عقب عيني كيفكم. بس عاد ماكو شيء بالغصب، افهم عاد يا يبا، درسني شيء ما احبه غصب وما فلحت فيه وضاع عمري على الفاضي، منعتني على احبها غصب، زوجتني غصب، وهم تبين نصير اخوان غصب. انت شنو ما تحس لما تشوفنا متطشرين؟ يا لطخ بس عاد بس. انت حاجي ما تحاجي، انت ما تحاجي يا حمار، تحاجي ابوك حاجيتني. نزل عينك للعرض واختار الفاظك، انتبر. لما احس انك ابو صح، لما تقول شيء صح، بس سكن انا يا يبا، بس حس في انه حرام عليك. ها ارتحت الحين؟ زين كذي؟ تخلي عيالك يتشرون كذي علشان الفلوس ووسخ الدنيا؟ اللي هامك الشركة والفلوس وما انت هامك عيالك؟ اللي تسمينهم وسخ الدنيا هم اللي معايشينك انت وعيالك. طبعا هي عبد السلام ايضا بوحده من اجمل تجاربها التمثيليه، وايضا لاول مره مخرجه في مشهد رائع جدا. اذا استكمالا لاستطلاعنا مشاهدينا، كيف يرى المتلقي مشاركه مطربين كممثلين في دراما رمضان؟ خلينا نشوف مع بعض. اعتقد بانه الاندماج ما بين الفنون، يعني الموسيقى والسينما والمسرح، هو جميل جدا. وحضور الفنان ليس لصوته فقط، نتمنى يكون حضور الفنان لشخصيته السينمائيه والمسرحيه والتمثيليه، ليس فقط لصوتي. أنا لا أعرف، يعني كل واحد يتخصص يفضل، يعني النجم نجم والممثل ممثل واللاعب لاعب، كلنا تخصص أفضل. زي مين؟ تامر حسني؟ لا تامر حسني معروف من زمان أنه بيمثل. والله ما بعرف، يعني أنا مش كثير بالفن، بس ربما أوقات أنه ذكاء أنه يصير فنان شامل مش شامل، وأوقات في ناس تانية بتحكي يلا اللي ملهوش كار بصير يمثل. بعد الفاصل أستضيف الناقد والصحفي ماهر منصور ليشاركني تقديم الفقرة التالية عن الدراما السورية. شهد الموسم الدرامي هذا العام مشاركة عدد كبير من الممثلين السوريين في أعمال عربية، لكن عشق الدراما السورية أجبر الكثير من الفنانين للعودة إلى بيتهم الأول، حتى أن بعضهم عاد لشلته الأولى. طبعا ينضم إلي في الاستوديو الناقد والصحفي ماهر منصور للحديث أكثر عن الدراما السورية. مساء الخير أول شيء ماهر، صباح الخير. صباح الخير. من ضمن الأعمال اللي كنا عم نشوفهم هذا العام، طبعا هناك عودة كبيرة لنجوم سوريا، أسماء طبعا كثيرة نحن رجعنا شفناهم هاي السنة بالدراما السورية، ولكن كأنه الشلالية، أو ما بدي أقول شلالية، الشلة الأولى، بقعة ضوء تقريبا استعاد الشلة الأولى، باستثناء طبعا الليث حجه. حتى السنة بنشوف مسلسل دبو الشناتي اللي هو مشروع كان يجب أن يكون فيه يمكن الفنان راحل نضال سيجري، الفريق كله كان اليوم موجود إلا نضال. يمكن اليوم بتسائب كمان اليوم احتفال الذكرى السنوية لرحيل نضال سيجري، طبعا هو كان من عدة أيام ولكن اليوم الاحتفالية. كيف بتحس اليوم كان شكل الدراما بلا بهذا المسلسل أول شيء؟ لا، نضال هو لاعب حريف بالتمثيل، ودائما هو كنا نستعمل دائما المصطلح على أداء نضال بالذات. نضال تعفي معظم أدواره كان أدوار تانية، هو لم يقدم دور أول إلا في ضيعة ضايعة جزء أول واثنين، فبالتالي كنا كان نضال هو نموذج لشيء نسميه بطولة الأدوار، لا أدوار البطولة، لأنه هو فعلا أي دور بياخده هو ينهض فيه باتجاه دور البطولة، دائما كان بيشتغل على أدواره إلى آخره. بالفترة الأخيرة هو شكل، كان يشتغل
مساعد مش مساعد اخراج اللي هو الاستشاره الاخراجيه للمخرج ليس حجو، واشتغلوا مع بعض الخربه وقدموا، وكان يفترض انه نشوف اسمه هلا في ضبو شناتي بحكم الشراكه اللي هي خاصه، يعني هي شراكه مهنيه وخاصه تجمعه مع ليس حجو. نفتقد لهم نضال بس نشوف طاقم بقضاء كامل صح ومش موجود. هو كان ايضا واحد من حجر اساسات تماما تماما، وحتى عمل ضبو شناتي انا بحس انه كان في، يعني كان يفترض انه يكون له دور موجود، لكن نضال رحل وظلت ذكرى وهي اللي كنا عم نحكي فيها. بدي اسالك ماهر، هلا دائما نضال بالفتره الاخيره لما فقد صوته صار ياخذ ادوار لشخص اخرس، او هل بتحس انه كان ممكن كمان يكون بدب الشناتي ممثل ايضا بلا صوت؟ هلا القضيه دائما مربوطه بالنص، بس انا بدي اقول لك شغله، انه اساسا نضال الصوت هو واحد من مفردات ادواته كممثل ومش كل ادواته كممثل. صحيح. فبالتالي مساله انه يغيب الصوت هو مساله غياب واحد من مفرداته، فبالتالي حتى الادوار اللي قدمها هي من دون صوت كان حاضر وكان موجود، وحتى كنا احنا نتعامل معها، يعني لوهله اذا نسينا انه هو كنا مشال حنجرته تماما، بتعتقدي انه يعني هو طبيعه الدور تقتضي منه. صحيح. هذه القصه، فبالتالي بعتقد انه كان ممكن ما يكون موجود ضد شناتي، وكان ممكن يكون بدور لافت وينحكى فيه، وإذا كنا نعتقد أنه ضب شناتي واحد من رسائله نبش وجعنا اليومي ونقل ما يحدث في سوريا بطريقة الكوميديا، فكنت أعتقد أنه نضال لو موجود يمكن كان الأكثر نبشا والأكثر وجعا. صحيح. طب رح انتقل أنا وياك لفقرة طبعا خمسة أعمال تتواجد فيها نجمتي اليوم، النجمة السورية أمل عرفة، ضب الشناتي، الغربال، وبقع الضوء، وصرخة روح، والقربان. طبعا يلاقي ضب الشناتي أصداء كبيرة هذا العام، حيث استطاع فيه الفريق إضحاكنا أمل عرفة التي تكتب نصوصها بمزيج تراجيدي كوميدي أقرب للكوميديا السوداء. هل يكون بقع الضوء أو ضب الشناتي هو البديل لنوع الدراما التي تكتبها لنفسها؟ خلينا نشوف شو بتقول أمل. لا ابدا، بقع الضوء ما له بديل. بقع الضوء عمل قائم بحد ذاته، مشروع اسسه ايمن رضا وباسم ياخور وليس حجره مع حفظ الالقاب طبعا. وكنا نحن، انا واحده من الناس اللي كنا ساهمنا بهذا النوع الجديد يلي كان موجود بهداك الوقت، وباللوحه اللي ممكن انا اكون فيها بطله، باللوحه اللي بعدها ممكن يكون كومبارس مع حدا من زملائي، وهذا ميزه بقع الضوء. بعدين مو كل الاعمال الكوميديه كانت من تاليفي، يعني كان في عمل كسر الخواطر مثلا من تاليف محمد اوسو واخراج الاستاذ نزير عواد، كان رهيب، يعني كان رهيب، من احب الاعمال على قلبي على فكره ككوميديا فظيعه. يعني رمزيه انا بشتقلها عن جد. طبعا هي كانت عم تذكرنا بشخصيه رائعه جدا، ما في حدا ما بيتذكر رمزيه. نعم. بدي اقول لك انه امل كمان ايضا ضمن الفنانات اللي كانوا عم يشتغلوا مع نضال، يمكن او اللي كانت معهم يعني ضمن الحراك او الشله بهذاك الوقت، كل فنان من هدول الفنانين كان له خصوصيه، ولكن امل كانت تكتب نصها دائما بشكل بلاك كوميدي او الكوميديا السوداء. انا بحس انه هو تعويض احيانا لما كانت تلعب بقع الضوء، هي عم تقول لك انه ما بيشبه، بس بشكل او يعني بشكل ما كنت تحس انه بقع الضوء هو كان البديل لهذا النوع من الدراما اللي هي بتكتبها امل، خاصه وهي كانت كثير تتلون عبر هذا المسلسل. هلا بدك اقول لك شغله، امل طاقه تمثيليه كبيره، ويمكن نادرا ما نشوف ممثلين بهالقدره. ميزه امل انه هي بتعرف حالها انه هي عندها طاقه تمثيليه كبيره. صح. فبالتالي هي ما تكتب نص فهي تعرف انه هي حتفجر طاقتها في بقع الضوء، وبوجود هي الشخصيات الكثيره واللوحات والكاركترات اللي هي تحدي بحد ذاته، فامل تستمتع في اللعب على هذه القصه. هلا يمكن نوع المشروعين مختلفين، انه لوحه دقيقتين ثلاثه خمسه، بين انه مسلسل 30 حلقه ربما يختلفوا، لكن يتقاطعوا في انه الاثنين ميدان امل اللي هي بتعرف انه تقدر انه تفجر طاقتها فيهم. طبعا نحن عم نحكي عن الكوميديا، ونحن لما بنفكر بالكوميديا فان امل عرفه هي احدى الممثلات القلائل اللي يطرحنا لنوع معين من الكوميديا، لانه بتتطلب جراه في خلق الشخصيه او الكاركتر، فالممثله التي لا تخشى ان تظهر بدون مكياج او ان تشوه شكلها لتخلق شخصيه جديده هي امل عرفه. الى اي مدى بتحب امل هذا النوع من الاعمال لانها تلعب فيها هذا النوع من الادوار، وهل تخاف امل عرفه ان تقدم او تقدم على
تغيير شكلها كأنثى إلى هذا المقدار من البشاعة لخدمة شخصية معينة؟ خلينا نشوف شو بتقول أمل. لا ما بخاف، طالما هذا الشيء بيخدم الشخصية اللي أنا عم بعملها، شرط أنه ما يكون مقحم. حتى بعيداً عن الكوميديا، وين ما كان بأي نوع، لما بيكون منسجم مع نسيج الشخصية اللي أنت عم تعمليها وبيشبهها، فليش لخاف أنه أطلع أقل جمالاً؟ يعني ما أنا بحياتي من أول ما بلشت لهلأ ما لعبت على مسألة الجمال أبداً. يعني حتى أنا بمسألة الفوتوسيشن أنا أكسل حدا بالعالم أني والله أتصور أو أعمل، يعني بتصور بالآخير بس بتعب، يعني بتعب نفسياً لروح على الاستوديو وأقعد وأعمل ميك اب وشعر لأنه لازم أتصور. فلا ما عندي مشكلة أبداً. يعني إذا بدي أقعد أتذكر عدد الفنانات يلي ممكن يكونوا جريئين هيك على الشاشة لحتى غيروا من الكاركتر فعلا ويشوهوا وجوههم الجميلة ليطلعوا، بتذكر يمكن شكران مرتجى أكثر وحدة بتلعب بهي، أما العرفة مين كمان في عنا ممثلات؟ لأنه هي بدها مقدار كتير كبير من الجرأة وثقة بالنفس. إيه هلا يمكن الذاكرة ما كتير بتسعفنا. إيه بس عموما شوفي هاي له علاقة بقديش الفنانة مخلصة لمهنتها أو مخلصة لشكلها وبرستيجها قدام العالم. في كتير ناس وهن محافظين لدرجة إنه إحنا شفتيهم يعني يبقوا فايقين من النوب والميك أب كامل. صح. مثلا يعني هي واحده من الشغلات اللي كانت تثير الضحك مثلا. إيه ليش هي ما انا مستعده انه بدون ميك اب؟ اوكي عندها سببها، هي حره، عرفت شلون؟ لكن بالاخير في تقييم نقدي وفني لاداء هذه الممثلين. امل من النوع اللي هي حقيقه بتخلص للدور، بتعطيه اللي بده اياه، اوكي، بخلاف النظر عن مساله الشكل والى اخره. اوكي إذا بنستعيد تفاصيل أمل، يمكن من أجمل أدوار أمل، يعني قبل شوي كنا عم نحكي على رمزية، هذه رمزية شخصية في الحياة هي يعني مقززة في الحياة. صح. ولكن قديش علقة في الذاكرة. بدي أذكرك دورة مسلسل عشتار اللي هي كتفته. صح. يعني مسلسل عشتار أساسا هي قائمة على بنت بشعة ولاحقا تعمل عملية تجميل. بذكر مثلا مشهد يمكن يعتبر من أمهات المشاهد في الدراما السورية، يعني إذا من الستينات لهلأ، فأمل عرفة بيطلع لها مشهد، يعني مشهد على الأقل. صحيح. مشان ما نظلمها لأمل. صحيح. إلا أكثر من شيء، مشهد في غزلان في غابة الذئاب يمت ما كانت عم تحاول تسقط الولد بالبلوكي. هذا مشهد قاسي، يعني يمكن ما ضل حدا إنه بينساه، ما قدرت تشوفه، ما قدرت تكفيه. فهي الإشكالية هلا يمت ما أنت المشاهد مش قادر تشوفيه، وأنا بعرف إنه أمل قديش عانت في تقديم هذا. صحيح. الدور. بتعرفي شو معنات إنه يكون الفنان مخلص لعمله؟ أمل من نوعية الناس اللي كنا قبل شوي كنا نحكي على النضال، أنا كنت دائما بحكي على النضال إنه هو نموذج لفنان يعيش من أجل الفن لا يعيش. صح. على الفن. صح. وهي نقطة يعني نفتقدها كتير هالأيام. صح أكيد. إذن طبعا غياب أمل في العام الماضي عن الدراما السورية هو الذي أثار الكثير من الأقاويل، ما هي أسباب غيابها؟ هل كانت تراقب أو تتابع الدراما التي عرضت العام الماضي؟ وكيف تقيم أمل نوع الدراما الذي قدم؟ ما الذي لفتها منها؟ خلونا نسمع مع بعض. صدقيني إذا بقول لك أنا ما قدرت تتابع شيء باستثناء مسلسل سنعود بعد قليل، عن جد يعني الباقي يمكن شفت منه مقاطع، يمكن شفت شيء هيك يعني حلقة ونص، في شيء عجبني في شيء ما قدرت تابعه، بس سنعود بعد قليل مسلسل فعلا شدني وفعلا ما قدرت إلا أحضره، لأن حكى عن الشيء اللي عم يصير فينا نحن كسوريين، مو بمداخل سياسية ولا بمداخل إذا بدك لوجستية، أو يعني حكى بالانعكاس النفسي علينا نحن كبشر. يمكن في بكل عائلة سورية تقريبا الشيء اللي شفناه قدام عيننا تقريبا. ف يعني هذا من الأعمال اللي شفتها، غيره ما فيني أحكي لك عنه. ولقيت إنه عمل موفق كثير، بدءا من العنوان، مرورا بالنص، مرورا بالإخراج، مرورا بالممثلين. يعني ما بتقدري لما تشوفي هيك عمل إلا تحترمي حقيقة. طبعا تحية لرافي وهبير، أيضا للنص الجميل اللي كاتبه حلاوة روحي اللي عم نشوفه هاي السنة، وأيضا اللي سنعوده بعد قليل. أدي بتحس أنه غياب الفنانين العام الماضي أثر إذا بدنا نقول على وجودهم أو على نجوميتهم، ولا لا النجوم يبقوا نجوما حتى ولو غابوا؟ لا أقول لك لنا في الأخرين نميز بين حالتين، في ظهور وفي حضور. صح. أهل الحضور شو ما بيغيبوا ما بتفرق، يعني اليوم أنا أعطيكي مثال، مثلا أمل غابت السنة الماضية لكن قبل كانت غايبة فترة، يعني ورجعت. صح. وتعود كم إلى مكانها الطبيعي.
مباشرة. بعطيكي مثال تاني، مثلا تيم حسن. صح. تيم حسن غائب عن الدراما السورية أكثر من 5 سنوات، شاءت أقدار تأجيلات أعماله أنه العمل المصري يؤجل عام فيعرض عام تاني. صح. كل هذه القائمة لم تؤثر في نجوم تيم حسن، لم تؤثر مش بس حضوره الجماهيري، حتى في ترتيبه بين النجوم. صحيح. يعني اليوم تيم هو رقم واحد أو بين الأرقام الأولى بين نجوم الشباب. صحيح. اوكي، رغم هذا الغياب وله حضور جماهيري. حتى اذا اقول لك يمكن بشيء بيضحك، انه كان في استفتاء جماهيري عن 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 نجم السنه، فمن سنه تيم طلع هو نجم، هو النجم رغم انه ما كان في عنده مسلسل. يعني هي نقطه اساسيه. صحيح. امل عرفي من هذا النموذج اللي شو ما بيغيب بيرجع مكانه محفوظ. ليش؟ لانه هي الناس. حتى جمال سليمان غاب عن دراما السورية، رجع بضيف شرف بمسلسل طالع الفضة بشخصية، لكنه رجع كنجم كبير وكبطل ومكانه محفوظ. هاي الناس كلها بتشتغل على مساحة الحضور. صحيح. ما بتشتغل على مساحة الظهور، فبالتالي طبيعي حتكون موجودة. طيب، مجموعة طبعا من الأعمال السورية عرضت العام الماضي في سوريا بلا نجوم. طبعا مثل ما كنا عم نحكي، خلال العامين الماضيين غابوا النجوم الرئيسيين، يمكن هذا العام عادوا جميعهم إلى الدراما السورية، أيمن زيدان، عبد المنعم عمايري، وأمل عرفة وغيرهم. هل عادوا لأنهم شعروا بأن الساحة باتت فارغة وأن مهمتهم كفنانين أن يعوضوا هذا الغياب؟ خلينا نشوف أمل شو رأيها. أنا بحكي عن حالي، أنا خلال 2013 لم يعرض علي أي عمل، عرض علي عمل واحد وتم الاعتذار عنه لأسباب بحتفظ فيها لنفسي ولأصحاب العمل، لأنه بيقولوا شو بيقولوا بالمجالس بالأمانات، عيب واحد يحكي، بس أنه ما تبقى، لم يعرض علي أي شيء. ولو عرض علي واقتنعت كنت أكيد رح أركب الطيارة وأنزل من دبي وصور بالشام، لكن كنت أنا حريصة أني زور الشام. يعني أنا ما قطعتها وبدي ضل غنيلة لموت. هاي الشام، هاي سوريا. يعني بتتخيل انه وحده مثل امل عرفه ما ينعرض عليها غير مسلسل واحد، شو المشكله؟ هلا اذا انتبهنا لانتاجات 2013 و2000 وحتى هي السنه، في نوع من الانتاجات الرخيصه. وهذا سحب على كل شيء، سحب على المخرجين وعلى الممثلين والى اخره. طبيعي ما حيجيبوا نجمه مثل امل عرفه، لانه امل عرفه اول شيء لها كواليتي. صح. كواليتي اجر وكواليتي تنفيذ فني، فبالتالي هي مش اي مخرج. هي نقطه اساسيه. زائد نقطه ثانيه، صار في نوع من الاستسهال. يعني صار يجيك مخرج نصكم او حتى منتج بعاليه معلم القهوه، مع احترام المعلمين القهوي، فهو بده كله على قد ايده. صح. فصعب كثير. يعني أمل متعبة بالمعنى الفني. أكيد. فصعب، يعني مش معقول تقول له المنتج زي ما بدك. فهي نقطة أعتقد هي واحدة من الأسباب إنه أمل لم تدع. طب قد إيه كانت إيجابية عودة النجوم هي السنة للدراما السورية، خاصة إنه غابوا معظمهم تقريبا في العام الماضي؟ شوفي لنا، يعني الحكم على قديش إيجابي عودتهم هي عن نتيجة. صحيح. تمام. اليوم احنا 15 رمضان، اذا باليوم بدنا نرجع يعني نطلع هيك على خارطه سريعه، عوده النجوم الى مسلسل بيت البقعة الضوء حقيقه رفع مستواه. أكيد. حتى هذه النسخه. أكيد. هي افضل من نسخ ضبو الشناتي. انا حطيت مشهد فيه 12 فنان. تمام. اول ضبو الشناتي هي عوده لهذا النوع من الدراما اللي احنا كثير نحبها. صح. طلع اليوم قلم حمراء اللي نفذ برا، لكن كتركيبة كل هاي الأعمال، حتى باب الحارة بكل ما يقاس عليه من انتقادات، هو اليوم رجع جمع نجومه، يمكن ناقص سامر المصري واللي ارتحمه. بالعموم قلت لك، عودة هاي الناس الفنانين رهن بالنتيجة اللي بطلعوها. اليوم لحديت 15 رمضان أو 16 رمضان، النتيجة كتير ظريفة وكويسة. خلينا نستنى للأخير لنشوف النتيجة. الأهم أنه اليوم عم نشوف بعض الأعمال، يعني خلينا نقول عملين ثلاثة بيردوا العافية للدراما السورية. صح. اللي نحن كتير حزانة عليها، إنه وين رايحة اليوم. في يعني يبعث الأمل، يعني اليوم عمل بيت ألم حمرة يبعث الأمل إنه بعودة السوريين للدراما الاجتماعية، هي اللي فيها تجريب وفيها شغل وفيها مقاربة اليومي الواقعي إلى آخره. أتمنى إنه تكون هاي العودة هاي السنة اللي هي بعملين أو ثلاثة تكون بادرة خير لعودة السنة الجاي بنطاق أوسع وأكبر إن شاء الله. نعم ماهر، شكرا لو
وجودك معنا، وأكيد نحن بانتظار المزيد من الدراما السورية وحتى أي دراما عربية. الآن أنتقل إلى فقرة خلف الكواليس لهذه الليلة، وضيفي هو المخرج المصري محمد بكير، مخرج مسلسل السيدة الأولى، العمل الذي يلقى اليوم أصداء كبيرة في مصر والوطن العربي. دعونا نتعرف إلى محمد بكير، مخرج رائعة آسيا في العام الماضي، وما هي أسباب اختياره لنص السيدة الأولى؟ النص اعتقد هيبقى مغري لاي مخرج ومغري لاي فنان ان هو يشتغل نص جريء. بنتكلم عن كواليس الرياسه واللي بيحصل من ورا الناس واللي قدام الناس، فاكيد نص مغري ده مبدئيا. الفكره صعبه، معاكي ممثلين تقال، فطول الوقت مركزين من اول الكتابه لغايه اللي خارج لغايه المونتاج عشان نقدر عاملين البالانس ونحافظ على الفكره ونحافظ على المسج اللي احنا عايزين نوصلها للناس. كلها كام يوم وتبقى جزء من حياه هاشم الرئيس. انا دايما شايف ان لعبه السياسه او السياسي بيستخدم كل الادوات، فلو الشر هو اداه توصله فهو بيستخدمه، وما بيستخدمه هو بيقعد يبرر لنفسه شكل الشر وليه بيبقى شرير او ليه بيستغل الشر. هو انت معاكي رخصه ان انت في عالم افتراضي بتشتغل عليه، يعني ما حدش فينا شاف الكواليس زي ما انت قلتي تماما، فبتيجي في شويه حقائق بتحافظي عليها والكواليس محدش شافها، محدش فينا شافها، فانت معاكي رخصه تعملي العالم الافتراضي اللي انت عايزاه. ولكن هم في الاخر بشر، يعني هم بشر بياكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وبيدخلوا اوض النوم بتاعتهم وبتاع، فاحنا افترضنا حاجات كتير جدا ان احنا ما شفناهاش واشتغلنا عليها. يعني ممكن تاخدي مشاعر ما بين شخصيتين طبيعيين تماما موجودين في الواقع وبتصعديهم لمكان زي ما كان في الاسر، هم في الاخر بني ادمين، يعني السيده الاولى ممكن تغير وممكن تحب وممكن تكره، والرئيس نفس الحكايه. هتبطلي اللعبه اللي بتلعبيها معايا دي انت؟ لعبه ايه؟ في الاخر انا بخلي الدراما هي اللي تسوقني، يعني انا مش من الناس اللي بقول انا هدخل السنه دي اشتغل بالتكنيك ده، لا خالص، يعني وبشوف ان ده غلط ان اختار تكنيك اشتغل بيه. انا الورق والحاله هي اللي بتسوقني دايما، وحاله المشهد وحاله الخط البياني بتاع الممثل طول المسلسل بفضل رسم له حاله وبمشي عليها، هو ده اللي بيعمل المود اللي انت بتتكلمي عليه. فالمود السنه دي يعني اعتقد هيبقى مختلف، يعني انا ماشي ورا الممثل، يعني في جزء محافظ فيه على جماليات وفي جزء كاسر الجماليات. الكتابه هي اللي بتنجحك بنسبه 80%، يعني لو الكتابه مظبوطه والحدوته والفكره حلوه بتبقي داخله وانت عارف انت ناجحه بنسبه 80%. فالموضوع عندنا مختلف، فمختلف ده اللي هيخلينا احنا يعني او المشاهدين هيقعدوا يتفرجوا لان في حاله جديده، بالاضافه الى التجمع الممثلين. يعني اولا غاده عبد الرازق كنجمه رقم واحد في الوطن العربي، فكده كده الناس بتقعد تتفرج على غاده عبد الرازق. رجوع استاذ ممدوح وبشكل ناس اكيد ان شاء الله هتحبه بشكل قوي، هو طموح قاتل، طموح من وجهه نظرها طموح مشروع، من وجهه نظر ستات كتير جدا جدا طموح مشروع. اعتقد غاده هتتحب جدا جدا في المسلسل ده برغم ان هي طلع شخصية قوية قوي وبتستخدم الشر كأداة، ولكن هي الشر بشكل جديد بتدير طبعا بتدير في وقت في الخفة، وبعد كده في وقت بتبقى طموحها زاد قوي فبقت عندها تطلعات ان هي تبقى رئيسة الحكومة رئيسة البلد. يعني هي في حالة وسطية او بدية ان هي بتحكم في الخفا، وساعدت الى حد ما الرئيس ان هو يوصل يبقى رئيس من ضمن الناس اللي ساعدته، وطموحها وصل لمرحله ان هي طمع بقت عندها طمع وعندها حلم بالكرسي لنفسها. يعني ولا كل عظيم امراه ده اكيد، ده اكيد الست هي اللي بتدير طبعا. لا ده اكيد.
هن اعترفوا. الآن إلى فقرة أفضل مشهد، وأفضل مشهد اخترته من مسلسل حلاوة الروح للمخرج شوقي المجري. طبعا المشهد من بطولة دانا مارديني بدور سارة ومكسيم خليل بدور إسماعيل الذي ما زال يبحث عن فرصة لإنقاذ سارة التي أسرتها عصابة من المتشددين الإسلاميين الذين لم يعرف بعد إلى أي جهة ينتمون. أداء عال جدا من مكسيم خليل وهو عاجز عن تقديم المساعدة، وأداء ساحر أيضا لسارة المتمردة التي ترفض الخنوع للإسلاميين رغم خوف. هذا المشهد أنا اخترته، تفضلوا شوفوا مع بعض. يلا يا شباب اتكلوا على الله، حطوا هنيك وهون. شو 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 نسوي؟ راسي وتغطي يا بنت. لك شو نسوي؟ شو نسوي؟ لا لحظة، شو نسوي؟ بدكم تفجروا المكان؟ بدكم تفجروا المكان وتفجروني فيه؟ مختار! تفجروني فيه؟ ولك عم تضرب مرة وتقتل باسم الله. نسي مختار. ماذا تفعل يا حيوان؟ أبو محمد اللي سكتها. أطلع برا! مكسيم خليل، شادي صفدي، دانا مارديني ومجموعة رائعة من الشباب بهذا المسلسل، لازم هن يكونوا أبطال العمل الحقيقيين. مشاهدينا هذا كل شيء كان عندي لهي الليلة، تابعوني بكرة بكواليس ومسلسلات جديدة، ولا تنسوا أن تتواصلوا معي عبر صفحتي على تويتر @لانا جندي أو عبر صفحة البرنامج الرسمية أو صفحتي على فيسبوك لانا الجندي.